انا بشتغل للمصلحة التمر الهندي والجلاب من 1985، وانا كنت اشتغل بالشام. تهجرنا من الشام، جينا على كفرومة، اشتغلنا بكفرومة لحتى تهجرنا من كفرومة. تهجرنا من كفرومة جينا على المحرر، فتحنا مصلحة هون، نفس المصلحة يعني مصلحتنا، ما غيرناها. في المصلحة بين أريحة وبين إدلب، ونحن معروفين يعني معروفين من سابقا، وهلا كمان نعرف هسه بزيادة كمان. أنا كنت معروف على مستوى سوريا تقريبا، وهلا معروف على مستوى المحرر. العالم تطلبني من سلقيم، تطلبني من حارم، تطلبني من أرمناس، بتجي لعندي المنة لهون، لأن في دمعة طيبة وراكزي. حتى أهل إدلب، حتى أهل ريحة، ليك قدام عينك أنا واقف في منطقة خالية من السكان، والحمد لله رب العالمين، استقبال ممتاز جدا جدا. وهذا التمر الهندي لازم موجود يكون على كل نايدي والجلاب. أنا ما بحكم شيء إلا طبيعي. أنا العالم تطلبني، عندي كل شيء مميز، لأن كل شيء تمام تمام يعني. السوس لحال والجلاب والتمر الهندي لحال. السوس ما بده سكر، التمر الهندي والجلاب بده سكر، عرفت شلون؟ هذا عصير طبيعي، وهذا السوس كمان طبيعي، عرفت شلون؟ كله طبيعي يعني عندنا، ما عندنا شيء. انا اي مره رحت بفتح مركز وبشتغل وين ما كان، انا على اسمي طبعا، بس قلت اقول ابو وريد وخلص معروف. هلا اولادي ما كانوا خلقاني ولا يشتغلوا المصلحه، انا هذولي هذول كلهم خلقوا بعد ما اشتغلت بالمصلحه، وصاروا يصيرون ابو بريد على اسمي. انا اسمي بريد، بس اني اولادي يقولون ابو بريد ابو بريد، مشت على ابو بريد يعني.